في قوارب هذه الجبال الراسية وفي منحدراتها المتعرجة وسفوحها المورفة يسكن إنسان عظيم البأس، استطاع بقوته تذليل الصعاب وبجلده ترويض التضاريس القاسية بعيدا عن مقومات الحياة العصرية، في معركة خاضها مضطرا وحازها عن جدارة. هناك العديد من القرى الصغيرة المعزولة بين السلاسل الجبلية الممتدة في الأرجاء، يسلك أهلها طريقهم على الأقدام لساعات حتى الوصول إلى أقرب وسيلة نقل حديثة. بقدر ما يعد المشي رياضة ولياقة بدنية، يعد الصعود والنزول عبر هذه الطريق مرهقا للزائر الجديد. أما بالنسبة لأهل هذه القرى فقد أصبح الأمر معتادا ولا يعد عن كونه رياضة مشي يمارسونها مضطرين، بل أحيانا وهم يحملون فوق أكتافهم أثقالا من احتياجات الحياة. نحن في الطريق إلى إحدى القرى المعزولة بين الجبال والتي تحمل نصيبا من هذه المعاناة. الوصول إليها يتطلب ساعات مشي على الأقدام. في قاع هذا الوادي القائر بين الجبال الشاهقة المنيفة، لا شيء يكسر هيبة الصمت السائد في المكان سوى خرير هذا الماء الدافئ المنسكب على أحجار الوادي الملساء. قد لا يقوى الحذاء على تحمل طول الطريق وانحداراتها، لكن قدم ابن الأرض لا يعيقها عن السير عائق إلا توقف برهة للعين لترمق جانبي الطريق يمنة ويسرة صوب السفوح المكسوة بالبهاء والجمال الرباني. يكاد يكون المرور من هذا الوادي مخيفا وموحشا، إلا أن أصوات الطيور التي تملأ الأنحاء إضافة إلى اكتساء الأرض السندس الأخضر أعطى المكان شيئا من الألفة وجعله أكثر أنسا.
الصباح جزء من جمال النهار الرباني، هنا كل شيء يستيقظ مبكرا، هكذا تقتضي الفطرة وهكذا هي الحياة في الريف عموما. تتخذ الدجاج من أغصان الشجرة ملجأ آمنا، تصعد إليها نهاية النهار وتنزل منها في بدايته، لتكون في مأمن من مخالب الحيوانات الضارية. الزراعة وتربية الماشية هي المهنة الرئيسة لسكان المنطقة، وقد حان موعد تسريحها إلى مرتعها في باطن الوادي وسفوح الجبال. نحن ابن هذه المنطقة، منطقة آل محفوظ وادي خلب، الذي نعاني من صعوبة الطريق، بحيث لا يوجد لدينا لا خطوط سيارة ولا حتى المترات، ولا يوجد لدينا لا مدارس ولا أي خدمات إنسانية. نحن نطالب كل المسؤولين على الانتباه إلى هذه المنطقة ومساعدة أهلها المواطنين، بحيث وهم يعانون معاناة شديدة. الحمير وسيلة النقل الرئيسة، حيث لا يوجد طريق لسيارات النقل الحديثة سوى طريق شقها سكان المنطقة على نفقتهم الخاصة بالأدوات البدائية، وهي مخصصة فقط للدراجات النارية. هذه الطريق خففت جزءا بسيطا من معاناة السكان، غير أن هطول الأمطار تجعل الطريق غير صالحة وتخرجها عن الخدمة وتعيد المعاناة إلى نقطة البداية. لا يوجد لا مدارس ولا وحدات ولا خطوط ولا أي خدمات إنسانية بالكامل المرة. يوجد لدينا بعض الأحيان مدريش يدريس تحت الأشجار، بحيث الطلاب كثير، حوالي يعني 100 طالب أو 120 طالب، حتى على مستوى المرضى مرضى واحد الحين لا نحملوه فوق الكتوف ولا على كرسي، ولا حتى وصل يعني مسافة حوالي ساعتين توصل على أخذ سيارة. بعضهم ذابوا مرسل يمت بالطريق، ذابوا حرمة حامل ولا أي حاجة. فوق الحمير نحملها الطحين، عبر الحمير تتساقط من الجبال وهم تحمل من الطريق. إذا جاي مطر يقطع، إذا جاي مطر يفلتها لسه طريق الحمل، خلاص ما عاد فيه أي حاجة. جبل سقط ولا جبل سقط، ما بدنا نشلوه فوق شهودنا، ساي يخرج طريق السهول. في هذه المدرجات الخضراء يزرع أحد أجود أنواع البن في اليمن، والمعروف بجودته عالمياً.
هذا البن الفلاني سمى هذه الغرسة غرسة عديني، يفرق بينها والهندي إنها تثنتي بس سنة مرة واحدة، وتقعد 7 أشهر نحن تثير حتى تطب الحبوب، والهندي تثمر يعني مقدم جاء وشي بن وشي فك وشي زهر وشي، لكن الأفخر والأطعم ذوق القهوة العديني هذا الغرسة. الموز والحمضيات وأصناف أخرى من الفاكهة تزرع أيضا في هذا الوادي وبجودة لا تضاهى. هذا الموز من أفخر أنواع الموز، هذا يقعد نحن نغرسه يقعد 7 أشهر حتى يحسب فوق هذه، نحن نغرسه بين الطين سينضج ويحسب. الموز ذاك يقطعنا الورق سبب لا تسقط الفدادية. نحن نواجه صعوبات كثيرة بجانب الزراعة، بحيث بعض الأحيان يحصل أمطار وتحصل أهدام وأهزام في الشعير، بعض الأحيان يدخل غيار كثير، نواجه صعوبات كثيرة بعض الأحيان تكتسر وقت الإنتاج، إما الموز ولا البن ولا أي زراعة يقوم بها المواطن. إذا الحين معنا موسم البن في هذه الأيام يتساقط البن، يعني يحتاج إلى سمادات وإلى غازات وإلى حاجة تمشي ولا عايز له. نحن لا نتلقى أي مساعدات من جانب الحكومة. الحدوة يطلب إلى سمادات إلى غازات لأنه يتساقط في ذي الأيام. قبل ما كان به المزارع. بعض المزارعين يعني من شدة الفقر يعني ما يقدر لا يشيل غازات ولا سمادات ولا راجع عليه هزم ما يقدر يدوه. خلاص صحيح يشيل السيل. بن طيب الزوجة تحت خمس ساعات مشيا على الأقدام، تلك هي مسافة الطريق التي يجب سلكها بكل جد واهتمام. ليست الصعوبة في طول الطريق ومنحدراتها الخطيرة وحسب، فالسماء تلبدت بالغيوم وسقوط المطر في أي لحظة احتمال وارد، يجعل الطريق أكثر صعوبة
خاصة أن الطريق تقطع وديانا عدة. إنها ليست القرية الوحيدة المحرومة من أبسط الخدمات، إنما نموذجا لمئات القرى في محافظة صعدة خصوصا واليمن عموما. وقد حاولنا جاهدين نقل ما استطعنا من هذه المعاناة،